يقول السائل أبو سامي: النظر إلى الكعبة عبادة، قرأت هذا، هل هذا صحيح؟ وما أفضل شيء إذا كان الإنسان في مكة وفي وسط الحرم من العبادات؟ العبادات كثيرة في الحرم وفي غيره، ولكن النظر إلى الكعبة لم يرد فيه دليل على أنه عبادة، لم يرد فيه دليل على أنه عبادة، وإنما الذي ورد الطواف بالبيت والاتجاه إليه في الصلاة وفي الدعاء واستلام الحجر الأسود وتقبيله واستلام الركن اليماني، هذا الذي ورد في البيت. الوقوف الملتزم بين الركن والباب، بين الحجر الأسود وباب الكعبة، يدعو الله عز وجل، هذا الذي ورد. نعم.